ايه اللي جرى في دماغك يا عبد الله؟ اتجننت ولا ايه؟ لا ما اتجننتش يا عم، انا باخد حقي. حقك منين؟ اوعى تكون فاكر ان الورقه الخايبه اللي معاك دي هتخيل عليا. لا انا ممكن ادفنك هنا وما خليش فاضل منك غير دماغك البايظه دي. وانا سهل ارد يا عم. نزل سلاحك يا غزال، ما تخليش حسابك يتقل اكتر من كده. عايز تقول حاجه تانية يا عمي ولا قلنا ورد؟ انت كلامك تبلعه خالص وما اسمعش صوتك. يا خساره يا عبد الله، وانا اللي افتكرت في يوم من الايام انك شبهي، بس للاسف طلعت عيل غشيم. يظهر اني لازم اربيك تاني من اول وجديد، لان ابوك صبري كان حنين عليك اكتر من لازم. اللي تربى تربى خلاص يا عمي، زمن التربيه ولا احنا اولاد النهارده. تعال يا عمي حط يدك في يدي. انت عارف لو يدك في يدي يا عمي هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا؟ هنقتلوا ناس تانيه ولا ناخد حقوق مش حقوقنا؟ لا يا عبد الله، مش عمك سليم اللي يحط يده في يد واحد زيك. خلاص يبقى نورت يا عمي. وماله؟ نورت نورت يا عبد الله، بس هنتقابل تاني. هنتقابل تاني وساعتها هتندم على اليوم اللي انت شديت فيه عن العيلة. سلام لأهل السلام، لكن انتوا أهل نار وهتولع فيكوا. بعد الدق ادخل. سمير خير يا ولادي؟ في واحده واقفه برا وبتقول ان هي عاوزه مدير الدار. مش انتوا خبرين ان ما بنقابلش حد في نص الليل؟ روح قول لها النهار روح عنين. لما قلت لها الصبح قالت. قالت ايه؟ مالك بتقطع ليه؟ قالت ان هي بنت زين العطار. زين العطار؟ ماشي يا بنت الغالي. مالك يا حبيبي؟ لا ما فيش حاجة، بس بركز شوية. أقول لك إيه؟ اعمل لي فنجان قهوة. قهوة؟ القهوة قدامك أهو، وأنت ما شربتش منها حاجة، دي حتى بردت. معلش مش مركز. هو أنت لما رحت الوفيق قالك حاجة ضايقتك؟ لا 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 ما تشغليش بالك أنت، ما فيش حاجة. هو أنت ناوي على إيه؟ كل خير إن شاء الله. بقولك إيه؟ دهيلي رؤية، مش عايز حد ياخد باله. يلا. حاضر. نورت الدار يا بنت الغالي، مش كنت تقولي كنا استقبلناك احسن استقبال؟ ده احنا برضيك بنعرف نستقبل الضيوف. هو انا ليه بتصل بيكوا كتير قوي ومحدش بيرد؟ كيف ده عمرها ما حصلت؟ لا حصلت، حصلت كتير. انا اتصلت اكتر من مره عشان اسال على حسن اخويا، ويوم ما رديته قلت لي ما فيش حد هنا اسمه حسن. حسن ما بجيش في الدار وما حدش خابر طريقه. طب ما تعرفش اي طريقه اوصل له بيها؟ ما قلت لك حصل من يوم ما هاجم الدار محدش خابر أترى. العلم عند الله يا بنتي. اسمعي، الوقت اتأخر والليل هنا واعر قوي، وانت ضيف عندينا، وعرف الدار بيقول حتبيت هنيا. انا هخلي العيال يجهزوا لك المضيفة، واللي معاك ده 8 حيبيت مع العيال. حصلوني الراجل الشرير ده، هو ليه عمال يقول ضيوف ضيوف؟ ده انت حتى اسم ابوك بره على باب الدار. سيبك منه يا تمني. بقول لك ايه، انا عايز اتفق معاك على حاجه. فهمت يا رؤية؟ اوعى حد يحس اني جنبك. لا
تخافش والله وديك هتشوف. الو مين؟ ازيك يا هايدي، انا رجية. رجية بنت زينب العطار. عايزه مننا ايه تاني يا رؤي؟ استني بس، انا ماليش دعوه بحاجه، انا وابوي مش موافقين على اللوم ما عملته، وغالي صبره كمان مش موافق. انا قلت اتصل اعرفك واطمن عليكم. انتوا بخير؟ يعني عاجبك اللي عملوا فينا ده؟ احنا هنا ما عارفينش حاجه، طمنين عليكم كلكم بخير. والبت عاليه بخير؟ عبد الله يا ستي طردنا من القصر وضرب نار على حازم في رجله، وحاجز سلمى عنده وعاليه كمان معاهم هناك. ما دخلتنيش ليه معاك يا عمي؟ ما كنتش ضامن رد فعلك. بعدين انا كمان مش عايز اخلق مشاكل اكتر من اللي احنا فيها. يا عمي انا كنت هسكت، انا بكبر بيك. المهم ناوي على ايه؟ انا كنت عارف ان انا لا هاخد لا حق ولا باطل، انما برضو كان لازم اعمل الزياره دي علشان لما طربقها على دماغه ودماغي اللي معاه كلهم ابقى عملت اللي عليا. ما قلتليش يعني مفيش اي كلام عن الانترفيو؟ مفيش رد فعل؟ دي ناس كتير جاوا مشاير الفيديو بتاعك يعني ونشرين الصورة الحقيقية. انت عارف الفيديو ده عامل كام مشاهدة على اليوتيوب؟ كام؟ لا معرفش، انا بسألك انت كام. طب اخرس. اصل يا عمي ناس كتير كلموني يقولوا لي مبروك لعم سليم، مبروك لعم سليم، مبروك لعم سليم، كأنك نجحت في الثانوية العامة يعني. بس الناس كلها يا عمي بتقول انك الظلام. طب كويس كويس. الله صحيح، قول لي يا عمي ايه المكالمة العالمية اللي جاتك؟ مكالمة عالمية يعني. يا ابويا يا عم سليم، يا اخويا يا عم سليم، اول ما قلت الو عينك بربشت ونفسك ما طلعش. انا قلت عم سليم هيروح مني ولا ايه؟ مش هتقول لي اسمها ايه؟ ساكنه فين؟ لابسه ايه؟ اشوفها ميتة. لا مش هقول لك حاجه واصل. اخرس. ماشي. المصيبه يا فارس ان انا كمان مش عارف اوصل لها، كل ما اكلمها تليفونها مقفول. مقفول ولا غير متاح؟ بس هي خدمتنا، الناس كلها بتتفرج على الحلقه، وكله بسبب مين؟ بسبب الجو. الجو؟ ايه عادي الكلام القديم ده؟ قديم؟ تليفون يا عم، انا جاي لي تليفون. انا جاي لي تليفون، ما تتكلمش. ثواني يا عم، ما تتكلمش خالص، جاي لي تليفون اهو. سامع سامع، رد. الو. ساره. ايه يا عم فارس؟ خير يا عم ساره. بقولك ايه، انا عايزاك كده في مصلحه على المشي. بص يا سيدي، انا عايز اعمل معاك حوار صحفي، ايه رايك معايا انا؟ ايوه. ما هو الفيديو اللي عمك سليم عمله قلب الدنيا، وانا بقى لازم استفيد واعوض ال 120 جنيه ده كله بسبب حلقه عم سليم. بالظبط كده، مصلحك دي من اولها. ما هو يوم ليك ويوم عليك، ويا عم تبقى رديتها لي ولا ايه؟ لا يا ست. ماشي. طب ايه، هظبط واشوفك ولا عايزه على التليفون؟ لا المهم اشوفك ونتقابل. خلاص اتفقنا، هظبط واكلمك. ماشي، سلام يا معلم. سلام سلام. مين دي؟ الجو؟ الجو؟ الجو القديم ده يا عمي.